اهلا بكم من جديد مشاهدينا وفقرتنا الثانيه. لما بنتكلم مع حضراتكم عن النادي الاهلي نتكلم عن المنظومه الفنيه والمنظومه الاداريه. بيشرفنا النهارده اثنين من الاداره الاداريه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي عشان حضراتكم تشوفوا كيف يتم التحضير لكل المهمات اللي موجوده داخل القطاع. قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي فيها مهمات كثيره، وهذه المهمات هي دوري للقطاعات، اعداد الفرق، وترتيبات في منتهى الصعوبه، منتهى الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. بيسعدني اني اتشرف اني ارحب بالكابتن خالد سليمان مدير سكرتاريه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مساء الخير كابتن، منورنا، ربنا يخليك. ايضا الكابتن احمد عبد الله المدير الاداري لفريق 2003 بالنادي الاهلي. مساء الخير ابو كابتن، اهلا بيك يا فندم. نور. اهلا بيك. النهارده هنتحدث عن بطوله الصداقه في روسيا اللي النادي الاهلي بيشارك فيها، وهذه المره في مواليد 2006. هبدا بيك كابتن خالد عن البطوله واهميه البطوله وايه المردود الايجابي ليها. هو الحقيقه ان اول حاجه اتوجه بها للشكر لمجلس اداره النادي على دعمه ومساندته للقطاع بصفه مستمره. نعم. واللي بنجدها في الموافقات الرسميه للحدث، خاصه الحدث ده بيمثل، يعني انا شايف ان هو ليه اهميه كبرى، وليس على مستوى ان هي كدوره عاديه ان احنا بنشارك اي دورات في المجال الاقليمي او الدولي، لا، دي ليها حدث. اولا تتزامن مع كاس العالم اللي احنا طبعا حضرتك عارف ان هو بنستناه كل 4 سنين. تاني حاجة ان الحدث نفسه اللي هو كرة القدم أجل الصداقة ده قائم على تعزيز القيم الإنسانية. نعم. ودي حاجة كويسة جدا، النادي الأهلي بمجلسه بيحاول يدعم الحدث ده. أولا الحدث قائم على ازاي ان احنا نعزز القيم الإنسانية. طيب اللي هي بالنسبة لإدارة البطولة أو اللجنة المنظمة للبطولة، لماذا اختاروا النادي الأهلي؟ والحقيقه دلوقتي طبعا الرياده اللي هي شامله النادي الاهلي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، طبعا دي شجعت الشركه الام اللي هي متبنيه الحدث اللي هي جهاز الهجوم، واخد بال حضرتك، في ان هي ترشح النادي الاهلي ان هو بيمثل مصر ويمثل النادي في حد ذاته. فالحدث ده بيعتبر يعني اولا في المقام الاول بيمثل مصر من الناحيه التمثيل الدولي، وفي نفس الوقت بيمثل الفانيله الحمراء اللي هي النادي الاهلي من الداخل. نعم. فنيجي نبص يعني الاساس في الموضوع ان ده بيدل على مدى ما كانت النادي على المستوى الاقليمي والدولي، ومدى ان النادي الاهلي ما بيعديش اي حدث من الاحداث اللي هي ليها اهميه وليها تظهر مدى خبرته ومدى الرياده اللي هو والمكانه الخاصه بيه ان هو يشارك فيه. طب ودي حاجه من الحاجات المهمه، وانا برضو عايز اقول لمشاهدينا ان شركه جاز بروم اللي بتنظم هذه البطوله هي من اقوى شركات الغاز في العالم، وطبعا حضراتكم عارفين ان دوله روسيا وقوه الغاز، وهي حتى اللي بتمد اوروبا او معظم اوروبا بالغاز. شركه جاز بروم دي يمتلكها او يمتلك جزء منها الملياردير الروسي رومان ابراهيموفيتش، هو مالك نادي تشيلسي، وده من هنا الربط اللي موجود ما بينها وما بين الرياضه، وان يتم انتقاء النادي الاهلي دي بتبقى شيء بيديك انطباع عن اهميه ومدى قوه النادي الاهلي عبر العالم. كابتن احمد، بالنسبه لي خلاص تم بعت لي او الاتصال ما بين اللجنه المنظمه او الشركه المنظمه لهذه البطوله والنادي الاهلي، بتستعدوا ازاي لهذا الامر؟ والله من خلال دكتور عمرو والكابتن خالد والكابتن محمود صلاح تم اختيار اللاعبين. طبعا من خلال التوجيه من مجلس الاداره عندنا. تم اختيار اللاعب اللي هيشارك كراس حربه، وفي لاعب تاني هيشارك كصحفي. صحفي صغير عنده ميول صحفيه. تم اختيارهم وتجهيزهم للبطوله. طيب هو تفاصيل البطوله بتبقى عباره عن ايه عشان المشاهدين يبقوا عارفين؟ السنه دي اختاروا من 211 دوله. من كل دوله عدد 2 لاعبين. لاعب هيشارك في الملعب. نعم. واللاعب الثاني هيبقى اعلامي. نعم. هيغطي صحفيا. تم تجهيز يعني معموله مجموعتين. طب هي دي فكره حلوه يعني. طبعاً. واحد هيلعب اللي هو عارفه طبعا هو لعيب كوره. يعني القصه الثانيه دي جديده لو حد هيشارك اعلامي وهو لسه طفل، هو مواليد 2006، المفروض ان هو يبقى عنده ميول صحفيه. نعم. هو الولد اختاروه بناء على طريقته في التعامل، طريقته في التعامل مع الناس ازاي،
هو عنده ميول صحفيه بيقدر يتكلم مع ناس ازاي. وتفتكر موضوع السوشيال ميديا بيبقى له تاثير؟ طبعا السوشيال ميديا مأثره مع الناس كلها، اللاعبين كلهم هم اصلا صغيرين مأثر معاهم الفيسبوك والواتساب كل حاجه، فده بيخليه مثلا اللاعب اللي مثلا بيعرف يتعامل مع السوشيال ميديا بشكل كويس ممكن يبقى له دور في حته الاعلام. يبقى عنده الميول الصحفيه دي. طيب هو المفروض هيغطي هناك اعلاميا. وهيبقى في مؤتمر هناك هيطلع فيه بيشرح الحاجات اللي حصلت من خلال تغطيته الاعلاميه هناك. ده بالنسبه بالنسبه بقى للاعب هيبقى دوره ايه؟ هل هيشارك ضمن فريق ولا هيبقى فيه استعراض مهارات ولا هتبقى البطوله عباره عن هيشارك هم هناك مقسمينها فرق من كل فريق متقسم 6 لعيبه من كل دوله. دول مختلفه خالص عشان يبقى فيه دعم للصداقه ودعم للحب ما بين اللاعبين، بينشروا القيم الاخلاقيه، كلهم يلعبوا مع بعض في مكان واحد. هو يعني هيلعب بقى، تم اختيار النادي الاهلي من مصر عشان اللعيب راس الحرب ده يبقى موجود ممثل لينا هناك، ودي حاجه من الحاجات اللي طبعا ان شاء الله يكون له دور قوي ويكون داعم لمكسب فرقته. كابتن خالد عايز اتعرف على اسماء اللعيبه، يعني اثنين لعيبه الاختيار اللي تم من اداره القطاع عندنا اللي بالنسبه لمحمد احمد طبعا راس الحربه اللي هيشارك اساسي في الدوره. وفي اللي هو اللي هيقوم بدور التغطيه الاعلاميه كصحفي صغير وخد بالك اللي هو ياسين احمد اللي هو الاثنين مواليد 2006 طيب وهل هم اشقاء؟ لا مش اشقاء، عشان مش طبعا تشابه الاسماء عشان بس هو وقع الاختيار طبعا بالتنسيق ما بين مدير القطاع الدكتور عمرو ابو المجد وكابتن محمود صالح اللي هو يعتبر يعني احنا اللي نقينا الترشيح ورشحنا هو مجرد بس حضرتك دلوقتي الخط الاحمر يعني الضوء الاخضر جالنا من مجلس الاداره بالموافقه الفوريه على المشاركه في الحدث دوت، فبناء عليه احنا بدانا نحضر انسب اثنين ان هم هيشاركوا في الحدث ده، لان طبعا بيمثلوا اولا مصر في المقام الاول وبيمثلوا النادي الاهلي في المقام الثاني، فهي طبعا حدث ما ينفعش ان احنا لازم نذهب بشكل يشرف اولا. كان في سرعه رد فعل من مجلس الاداره لما وصل لها هذا الامر؟ والله انا شايف ان يعني القرار دوت يعني جه بسرعه متناهيه. لذلك حتى يعني جالنا قرار بالموافقه بالترشيح على طول ان احنا لازم نرشح وفي اسرع وقت في خلال 48 ساعه مثلا نبعت الاسماء المرشحه. حاسس ان في اهتمام شديد. اهتمام شديد جدا يعني زي ما قلت لحضرتك لسه حضرتك انا شايف ان يعني مجلس الاداره ما بيعديش اي حدث يرفع من مكانه النادي ويساعد في المقام الاول في رفعة شان الكره المصريه، وخاصه الحدث ده ما بيمثلش الكره في حد ذاته بس يعني مع بيمثل مصر بالظبط. اضف الى ذلك حضرتك زي ما اشتكرت من شويه ان موضوع الحدث دوت ما بيمثلش الكره في حد ذاته، يعني انت عارف حضرتك لما بنشارك باي دوره من الدورات زي مثلا لسه احنا من في خلال شهرين شاركنا في دوره في مواليد 2005 كاس دبي الدوليه اللي كانت منظمه اكاديميه اسبانيا واخد بحرك، وبرضه شارك في فرقه 2002 في شهر 4 اللي فات ده حضرتك برضه في بطوله حمدان الدوليه. دي كفرقه المعتاد ان احنا فعلا بنشارك باي فرق بتشارك في البطولات الدوليه، لكن لما يجي نشر فرد واحد جاي يمثل اولا الكره المصريه والنادي الاهلي في المقام الاول دي حاجه انا بعتبره حضرتك اكنه سفير لمصر ما بين الدول اللي هيشارك فيها، خاصه دي 211 دوله عدد لا يستهان به. طبعا لا يستهان به دي في حاجه، وان انت حضرتك تطلع بشكل مشرف وان يختاروا مصر من ضمن المجموعه اللي هي هتشارك ويعملوا الرئيسيه ويعملوا البروجرام بتاعها ان هو عباره عن فرد ويحددوا ان هو راس حربه من داخل مصر ان هو يشارك ضمن مجموعه لاعبين هم دول الفرقه اللي هتمثل، ويعني والدوره نفسها في حد ذاتها هي يعني الدوره لا يعني تزيد عن 3 ايام. يعني ده من ضمن البروتوكول اللي حادث في الدوره ان هيبقى في فعاليات بالنسبه لل في معسكر اعداد معسكر للتعارف ونشر روح الموده والمساواه والمحبه بين الفرق والدول، يعني في اسس كتير هيستفاد منها الناشئ بمنتهى بالظبط في كل الاسر مش مجرد بس حضرتك يعني حدث كروي في حد ذاته بس ده شامل يعني ابعاد ثانيه، والابعاد ديت اللي هي القيم الانسانيه اللي ذكرت حضرتك فيها ان هي ازاي نشأ طفل عنده مثلا 12 سنه داخل ازاي هو يعرف يتعامل مع ثقافات ثانيه، الثقافات ديت مختلفه وطباع مختلفه عن المجتمع المصري اللي احنا عايشينه، فبالتالي ازاي هيقدر يتفاعل ازاي؟ هيبقى هتدي له خبرات. كابتن احمد كان في مشاركه من قبل في الموسم الماضي او في السنه الماضيه في هذه البطوله، كانت الاجواء عامله ازاي؟
السنة اللي فاتت كانوا 54 دولة بس. نعم. ما كانوش زي السنة دي. السنة دي كبروا الموضوع شوية. السنة اللي فاتت اختاروا من عندنا لاعب واحد بس اللي هو سيف. نعم. طلع ممثل مصري هناك. كان موجود برضو في فرقة بس ما كانش فيه موضوع ان فيه لاعب تاني. لا صحفي والفكرة الجديدة دي. لكن السنة دي هم كبروا الموضوع. زودوه 211 دولة. من كل دولة 2 لاعبين. طيب خلينا نقول ان ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية. تعادل 2-2 امام بايرن ميونخ العملاق البافاري. ريال مدريد بيحقق صراحة رقم قياسي كتير بانه بيصل الى النهائي كل سنة. ده انجاز يعني. ممكن فرق كتير قوي تنافس على بطولة اوروبا وكانت قوة بطولة اوروبا تشامبيونز ليج اللي هي اقوى بطولة في العالم اصبحت بتنافس كأس العالم في مستوى القوة. ولكن ان فريق يستطيع انه يصل الى المباراة النهائية ومش بس كده وبيكسب البطولة السنتين الماضيتين دي انجاز كبير جدا بيحسب لزين الدين زيدان كمدرب ولكل الكتيبة على رأسها كريستيانو رونالدو. كل الامال غدا لنجمنا محمد صلاح في انه يصعد الى المباراة النهائية ولما لا يفوز بهذه البطولة. وده حق مشروع لكل جمهور ليفربول وطبعا جمهور مصر. انت عندك 100 مليون مشجع لليفربول الان. محمد صلاح ما بيروح مكان خلاص بياخد معاه 100 مليون. كل الامنيات ان شاء الله يفعلها محمد صلاح. واكيد لازم اخر راي ضيوفي يا احمد. بالنسبه لك مشاركه محمد صلاح في بطوله دوري ابطال اوروبا وانجازاته دي واخد تقريبا مصر كلها والعرب كلهم بيدعموه. الناس كلها واقفه في ظهره وكل الناس بتدعي له. محمد صلاح عمل طفره في مصر. اللعيبه كلها بقى عندها طموحات كبيره. كلهم بيفكروا ازاي يوصلوا له ازاي يحققوا جزء من اللي هو حققه. محمد صلاح غير فكر اللاعبين كتير جوه مصر. كله دلوقتي بيفكر في الاحتراف. كله بيفكر ان هو عايز يحقق اقصى حاجه ان هو يقدر يوصل حتى الربع اللي هو عمله. كابتن خالد بالنسبه لك محمد صلاح صنع حاله. هل بتعيش هذه الحاله في القطاع؟ والله حضرتك هي طبعا يعتبر نموذج يحتذى به اولا من الناحيه الاخلاقيه من الناحيه الفنيه. الحاله دي مثال يعني انا شايف ان هو نموذج يحتذى به للناشئين عندنا بصفه عامه. وبقت حاجه يعني شبه يعني ما حصلتش بالبروباجندا اللي حاصله معانا دلوقتي وان هو ياخد حيز جامد قوي. والحمد لله ربنا بيكرمه ان هو بيصل في خطوات تدرج في المستوى وتدرج في الارتقاء بالمستوى الفني والمستوى اللي هو المحبه والمستوى اللي بيوصله للحاجه عالميه على مستوى عالي. انا شايف دوت هو دوت لو احنا نديله حيز بالنسبه للناشئين عندنا هيديله طبعا كنموذج يحتذى به بين اللاعبين كلهم وهيدي حافز فعلا ان هم يبقى عنده طموح ان هو مش على المستوى المحلي ولا المستوى الاقليمي لا المستوى العالمي ان هو يوصل ازاي وعنده نموذج. يعني مش صعب ان احنا نحقق حاجه زي كده. ما بقتش حاجه صعوبه مثلا ان احنا نقول مثلا ان مبقاش فيه مستحيل اللاعب المصري مبقاش فيه مستحيل. بالعكس لو انت حضرتك لو بصيت الفتره الزمنيه اللي هو وصل فيها للمستوى دوت يعني فتره يعتبر على المستوى مش بعيده مش بعيد ان هو يوصل للعالميه كده في الفتره الزمنيه القليله دي. يعني احنا كنا بنيجي نقول مثلا طموح اللاعب المصري ان هو طموح ان هو يلعب في اي دوله عربيه يشارك في اي فرقه درجه ثانيه مثلا في الدول الاوروبيه. لكن ان هو يوصل للعالميه دي حاجه مشرفه لمصر طبعا في المقام الاول. وده نموذج يجب ان يحتذى به الجميع. كابتن احمد عايز ارجع لك في حته المردود اللي تركه النادي الاهلي حينما شارك في اول مره والسنه دي ضمن ال 211 دوله يعني اللي تم اختيارهم انه يصروا ان النادي الاهلي يكون موجود. تمثيل مصر عالميا وتمثيل مصر في البطولات العالميه ووجود اللاعبين من النادي الاهلي نادي كبير نادي عريق. النادي الاهلي يعني عالميا من المستوى الاعلى حاجه. فدايما يسيف كان السنه اللي فاتت كان ليه اثر كويس جدا هناك ان هم يختارونا تاني نبقى موجودين معاهم السنه دي من 211 دوله. ومن خلال القرعه اللي هم عملوها طلع حظنا ان اللعيب اللي يبقى معانا حارس اسمه ده راس حربه. نعم. واللاعب التاني يبقى موجود كصحفي. وهل تم اعداد اللاعبين اللي هيطلعوا من الناحيه النفسيه بقى انت هتطلع تقابل ايه وايه اللي منتظره هناك؟ طبعا تم. احنا جبناهم وقعدنا معاهم والدكتور عمرو ابو المجد جابهم وقعد معاهم واتكلم معاهم واتكلم مع الصحفي واتكلم مع اللاعب وازاي لازم يمثل مصر بشكل كويس وازاي يظهر كل ما عنده هناك ازاي يبقى شكلنا احسن حاجه. تم اعدادهم بشكل جيد. عملنا ماتشات وديه كتير وشفناهم واتصوروا مع الشركه الوسيط اللي في النصر.
فدي حاجه طبعا كل ما بتعد الناشئ كويس بيأدي بشكل يعني ممتاز. انا برضو عايز اتكلم معاك كابتن خالد. قطاع الناشئين ما شاء الله مع توجهات مجلس الاداره بيشارك في بطولات عالميه، يعني شفنا بطوله دبي والبطوله اللي كان موجوده فيها ميشيل سالجادو، فريق 2005 ادى بشكل كويس وابتدى يلعب فرق على اعلى مستوى في بطوله فيها ريال مدريد وفيها مانشستر سيتي وفيها ليفربول، فيها كل الانديه الكبيره، حتى كان زمايلنا كانوا في مقدمه الحلقه ذاعوا بعض الصور وبعض الفيديوهات للفرقه، يا ريت يرجعوا كده للمشاهدين. وحتى فريق 2005 حصل على بطوله المنطقه وتم تكريمه وحصول على افضل لاعب وكل هذه الامور. ازاي في قطاع الناشئين بتمشوا مع هذا الامر ان انتوا دلوقتي بتنطلقوا للعالميه مش بس ان انا بنافس على المستوى المحلي؟ هو بص حضرتك دلوقتي ديت المنظومه بتتعمل في القطاع من ناحيه الفنيه والناحيه الاداريه عن طريق القائمين على القطاع، ان هو ازاي يأهل اللاعب ان هو يبقى عنده طموح ان هو يشارك في المحافل الدوليه. فريق 2005 بالظبط فريق 2005 والنجوم الصاعده يعني ده هم رايحين ده هناك هم في دبي مع الكابتن احمد سمير ونجوم الفريق المرتجي برضه والكابتن عبد الزاكي كابتن المرتجي طبعا كابتن عبد الشافي ويعني برضه ان اللعيب يطلع في السن ده كابتن ويشوف الدنيا عن طريق النادي الاهلي دي بتبقى لا ده حاجه طبعا بالنسبه له حاجه كبيره جدا دي حاجه، وتاني حاجه بتدي له دافع معنوي ودافع نفسي ان هو ازاي في المرحله السنيه الصغيره دي ما يهافش الشيء ده. نعم فلذلك انا بقول لحضرتك حتى المحافل الدوليه خاصه بص الفرحه يا كابتن يعني في الصوره انا برضو الصوره بس ما بقدرش اسيبها من غير ما اعلق عليها الصراحه يعني هي طبعا حاجه الفرحه اللي هم فيها والابتسامه وطبعا حضرتك هو مجرد بس ان هو يحس ان هو هيشارك دي بتمثل عنده حاجه مش عايز اقول لحضرتك حاجه فرحه عالميه بالنسبه له ان ناشئ لسه صغير وان هو هيشارك في حاجه على مستوى العالمي. هو كان مثلا كل طموحه ان هو هيلعب في النادي الاهلي بس بدا نفسه هيمثل النادي الاهلي في المحافل الدوليه خاصه انه هيشارك مع انديه عالميه. ده تكريم احد النجوم القادمين ان شاء الله ده يوسف عفيفي وكان خد احسن لاعب يا كابتن احسن لاعب ده كان حتى كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بطوله 2005 وصراحة ما شاء الله القطاع السنة دي يعني بطولات شغالين كرة حلوة شغالين حاجات عالمية شغالين حاجة جميلة يعني. هو حضرتك دلوقتي طبعا المنظومة المعمولة حضرتك دلوقتي ان هو بيحاول بقدر الامكان يركز على النشء اللي هو يطلعه طبعا النواحي الفنية تبقى عالية بالنسبة له وفي نفس الوقت بيركز على ازاي ان هو يبقى شغال بطريقة علمية تأهله ان هو اللاعب يبقى طالع اولا عنده ثقافه عنده وعي عنده عزيمه ان هو يرتقي للاعلى بصفه مستمره فبالتالي ديت يعني عايزه جهد وعايزه مصابره كويسه من القائمين على العمل في القطاع سواء من نواحي فنيه او نواحي اداريه نواحي طبيه لكل المنظومه دي كلها طبعا منظومه مكتمله مع بعض واخد بحرك فان احنا نشارك كلنا في اعداد بطل او فريق يمثل الكره المصريه والنادي الاهلي دي في حد ذاته يعتبر انجاز لينا. بالتاكيد كابتن احمد سريعا هل منظومه العمل الاداريه وخلينا نقول ان النادي الاهلي في دايما دقيق وانتوا عملكم في منتهى الدقه هل ده من اهم العوامل النادي الاهلي بيفوز بيها؟ هو من اهم العوامل ان احنا دايما بنحاول تتعمل كل حاجه كل تجهيزاتك كل حاجه لازم تحضرها لازم بيبقى كل حاجه جاهزه للفريق عندك ماتش تبقى محضر حاجتك محضر ورقك محضر اتوبيساتك محضر فندقك كل حاجه لازم تبقى جاهزه لو حاجه واحده وقعت مننا الدنيا كلها لازم تحصل ودايما عندك خطه اولى وخطه ثانيه بلان سي لازم نتصرف لازم يبقى في تصرف دايما هتتصرف وتتصرف هنحل المشكله هنحل المشكله والماتش هيتلعب هيتلعب هتوصل وهنكسب ان شاء الله باذن الله. يعني كانت فكره جميله الواحد قد ايه بيسعد وبيفخر ان منظومه النادي الاهلي في كل المجالات من اول فريق الاول لحد قطاع الناشئين واقل مرحله عمريه بتلاقوا هذا التنظيم وهذا الاداء الجميل. في النهايه طبعا كابتن خالد سليمان بشكر حضرتك شكرا جزيلا ودايما كده تشرفنا. ربنا يخليك ربنا يخليك ايضا كابتن احمد عبد الله بشكرك شكرا جزيلا ودايما كده مشرفنا. شكرا فندم ربنا يكرمك. شكر موصول لكل طاقم العمل شكر موصول لحضراتكم ان شاء الله النادي الاهلي شرفنا يوم الجمعه ودايما النادي الاهلي في تقدم وفي ازدهار. النادي الاهلي عليه مهمه ثقيله ولكن الاهلي علمنا ان مفيش مستحيل دمتم في امان الله
واشوفكم ان شاء الله غدا واستاد الاهلي، واوعى تروحوا بعيد لان دايما النادي الاهلي حبيبي.